طرابلس مدينة الأسواق والحارات والخانات والآثار التاريخية متمسكة بإرث الأجداد تواكب بجهد أبنائها علامات التطور. هناك سوق الذهب الذي يعود تاريخه إلى قرون عدة ويمثل ثروة تاريخية وثقافية كبيرة للبنانيين. وسط المعالم التاريخية في قلب مدينة طرابلس شمال لبنان يقع سوق الذهب الذي يرجع تاريخه قرونا عدة ويمثل ثروة تاريخية وثقافية كبيرة للبنانيين. السوق أنشئ منذ 800 عام على يد تاجر روماني من بوخارست أتى إلى طرابلس وتزوج من المدينة وأنشأ أول محل في السوق وشجع غيره من التجار على فتح محلات أخرى، ثم توسع أولاده في السوق وفتحوا عدة محلات لبيع المصوغات. هذا السوق الوحيد يلي بعده محافظ على تراثه، في 125 صيغة عندي بالشقفة الصغيرة هيدي هالسوق هذا، وبعده محافظ على تراثه وعلى نوعيته. هذا السوق الحقيقة ثروة أثرية، ثروة ثقافية كبيرة كتير كتير كتير. معظم أصحاب المحلات في سوق الذهب هم ورثة آبائهم وأجدادهم، إذ تمتاز هذه الصناعة بأنها صناعة عائلية يتم توارثها بين الجد والأب والابن. ويضم السوق ما يقرب من 70 محلا، ويوجد نقابة للعاملين في تجارة الذهب تضم 170 منتسبا مسجلا. الأسعار اللي عندنا مش موجودة برا، يعني دايما القطعة هون أرخص من برا، ونفس المصدر هو زيته، بس قيمته هون أرخص. تشتري شيء مرتب وحلو بس قيمة أرخص ما تكون من برا. موجودة بعد، يعني حياة الفقير هون، الفقير فيه عيش. وعطول ماشي ذهب، يعني هيدا الكماليات. عطول في عالم بدون يتزوج، وعطول في عالم بدون يشتروا ذهب كادويات. عطول في مصر حياة فيها استمرارية، ما بتبطل ما بتوقف. يعني هلا في اشي عم نشتغلها كانت قديم ايام ما كنا نحن اطفال، هلا رجعت درجت وعم ترجع تنطلب. لا يزال القديم ذهبا، هذه العبارة حقيقية في طرابلس، حيث يعد سوق الذهب من اجمل واقدم الاسواق الخاصة بمحلات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات المصنعة او المستوردة من الخارج، وهو موطن لكثير من المحال التي تم توارثها من جيل لاخر.